السلام مرحبا بكم في حلقه جديده من شرح برنامج انطلاقه شفنا في الحلقه اللي فاتت شنو هو برنامج انطلاقه وشنو هما شروط الاستفاده من هذه القروض اليوم اجي نشوف شنو هما انواع المنتوجات والعروض اللي كيقدم البرنامج واللي كتمكن لك اختيار المشروع وقيمه القرض اللي محتاج اولا خصنا نعرفوا بلي برنامج انطلاقه عنده ثلاث خدمات او منتوجات واللي هي ضمان الانطلاق ضمان انطلاق المستثمر القروي والمنتج الثالث هو صارت المقاولات الصغيره جدا والصغيره الفئات المستفيدة من ضمان الانطلاق هي المقاولين الذاتيين، شباب حاملي الشهادات المقاولات الصغيرة جدا القطاع الغير مهيكل والمقاولات الصغيرة المصدرة نحو افريقيا وكيمكن هذا العرض المستفيدين من الاستفادة من قرض بنسبة 80% بالاضافة الى نظام تبادل المعلومات اما المنتج الثاني الخاص بضمان انطلاق المستثمر القراوي فكيمكن المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة المقاولين الذاتيين، شباب حاملي الشهادات المشاريع الزراعية الصغيرة والمقاولات الصغيرة المصدرة نحو افريقيا كذلك الاستفاده من نسبه قرض ب 80% ونظام تبادل معلوماتي هذه جوج الفئات عندهم الحق في الاستفاده من قروض كتوصل حتى 12 مليون درهم نسبه فائده ما كتعدى 2% بالنسبه للعالم الحضاري و1.75% بالنسبه للعالم القروي اما منتج ستارت مقاولات صغيره جدا وصغيره كيكون تمويل على شكل تسبيق ما كترجع حتى بعد 5 سنين الفئات المستهدفه هي المقاولات الصغيره والصغيره جدا شباب حاملي الشهادات المقاولات الناشئه المبتكره المشاريع الزراعيه الصغيره والمقاولات الصغيره المصدره نحو افريقيا كانوا هذو هما الفئات المستفيدة من برنامج انطلاقة باش تعرفوا اكثر على هذا البرنامج بقاو معنا وتسناو حلقة جديدة الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد